من هي حليمة السعدية؟ هي بنت أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب هو عبد الله بن الحارث من قبيلة بني سعد بن بكر من هوزان. وتقع بنو سعد قرية حليمة السعدية جنوب مدينة الطائف بحوالي 70 كيلومترا، وقيل إنها تقع في شرق مكة المكرمة، ورجح العلماء إسلامها وهو قول أغلبية العلماء، فقالوا أنها أسلمت هي وزوجها وعدت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرها أبو القاسم الطبراني في معجمه مع النساء اللواتي روين أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها الحافظ ابن الجوزي في الصحابيات في أكثر من كتاب له، فقال عنها في كتابه الحدائق: قدمت حليمة ابنة الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديج، فشكت إليه جذب البلاد، فكلم خديجة فأعطتها 40 شاة وبعيرا، ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت، وأسلم زوجها الحارث. ولقد ذكرت في الإصابة وفي كتب الصحابة لأبي نعيم وابن مندى وغير ذلك. وتروي حليمة السعدية بداية قصة رعايتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنها كانت قد خرجت إلى مكة وقد سبقنها المرضعات، وكانت المرضعات يفضلن أخذ الأولاد من آبائهم حتى يكرموهن، فكلما أقبلت مرضعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فوجدته يتيما تزهد فيه. ولما وصلت حليمة مع زوجها وأولادها إلى مكة وقد اشتكوا التعب والجوع وليس معهم ما يسد رمقهم، لم تجد إلا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم تشأ أن تتركه مع يتمه، فحملته مع من والدته أن آمنة، وانطلقوا إلى ديارهم، فما هو إلا وقت قصير حتى امتلأ ضرع ماشية باللبن كما تروي حليمة، وجرى اللبن في ثديها فشرب منها محمد صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وأرضعت منه ابنها كذلك، فما باتوا ليلتها إلا شباعا مطمئنين ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في صحراء بني سعد حيث أرضعته حليمة أول سنين عمره، فنشأ قوي الجسم فصيح اللسان صحيح البنية، حتى إذا بلغ السنة الرابعة من عمره إذ وقع معه حادث غريب مفاجئ، حيث كان يرعى الغنم ويجري مع أقرانه إذا أقبل عليه رجلان فشقا بطنه وأخرجا قلبه وغسلاه بالماء والثلج والبرد. فكان كل من جبريل وميكائيل عليه الصلاة والسلام قد أقبلا إليه فغسلا وطهرا قلبه بماء زمزم، وختما على ظهره بخاتم النبوة، وخاطاه بإذن الله سبحانه. وكانت حليمة السعدية خائفة على محمد خوفا شديدا، وذهب الغلمان إليها يخبرونها بما حصل، فظنت حليمة أن مكروها أصابه فأعادته إلى والدته آمنة، التي لم تجزع ولم تخف حين سمعت بالحادثة، فلقد كانت مطمئنة تظن أن صبيها سيكون له شأن مستقبلا بعد الرؤيا التي رأتها ليلة ولادته، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت والدة النبي صلى الله عليه وسلم خارجة إلى المدينة لزيارة زوجها عبد الله المدفون هناك، ولما وصلت الأبواء قادمة إلى مكة أخذ الله وديعته، فماتت آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان في 6 من عمره حين ذاك. فاحتضنته امرأة تدعى أم أيمن، وهي وصيفة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن هي بركة بنت ثعلب بن حصن، واشتهرت بكنيتها وكنيت باسم ابنها أيمن بن عبيد. وقد احتضنت النبي باكرا في أول عمره، ورعته رعاية الأب والأم، وعوضته حنانهما بعد وفاة والدته بعد 6، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في كنفها حتى شب وتزوج خديجة رضي الله عنها، فأعتقها وزوجها عبيدا، وانتقلت معه إلى يثرب، ثم مات عنها زوجها بعد أن ولدت منه أيمن. فعادت إلى مكة وعاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها زيد بن حارثة، فولدت منه أسامة بن زيد قائد معركة مؤتة رضي الله عنها.
ولقد كان لها في الإسلام شأن عظيم، فعدا عن أنها كانت حاضرة للنبي عليه الصلاة والسلام في طفولته وأنجبت القائد الشهيد أسامة بن زيد، فقد هاجرت الهجرتين مع المسلمين، وهاجرت ماشية صائمة ليس لها زاد ولا راحلة، ولقد كانت تخرج مع جيوش المسلمين تمرض جرحاهم ومرضاهم. وتوفيت أم أيمن رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 24 للهجرة.